الروبيو شبهها زي نانا وكانت لمبة معانا رايت اوكي محمد علي سيلانسي los micrófonos. عندنا حد هشام بي بي سي راهو اوكي رايت المولات دي من هو ناسي بدار صام. اسعد الله مساءكم جميعا بخير، ارحب بالاخوه الصحفيين الحاضرين معنا اليوم في هذه الندوة الصحفية التي ستكون حول الحصيلة أو حصيلة التطورات الأخيرة حول الحرب التحريرية أو حرب الثانية التي نعي جميعا ونعلم انطلاقتها الأولى في 13 من نوفمبر نتيجة اختراق أو خرق المملكة المغربية لوقف إطلاق النار ومحاولتها الخروج من جدار الذل والعار لمهاجمة المدنيين المتظاهرين. هذه ندوة صحفية مشتركة كما أشرت تتمحور حول حصيلة التطورات العسكرية والدبلوماسية مشتركة بين وزارتي الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. مع اليوم الإخوة الأخ سيدي وقال الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق الذي سيضعنا في صورة آخر التطورات على المستوى الميداني العسكري، كما أتشرف أيضا بحضور الأخ عضو الأمانة الوطنية ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب لدى الأمم المتحدة الأخ سيدي محمد عمر. أبدأ أولا مع الأخ سيدي وقال حول التطورات الميدانية في الساحة العسكرية، فليتفضل بإحاطته. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معلوم المملكة المغربية نسفت بصورة كلية وفي إطلاق النار اللي كان سايد في الصحراء الغربية بفعلها في القرقرات خروجها من حزام الذل والعار ومهاجمتها للمدنيين واستيلاها على جزء جديد من الأراضي المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. منذ ذلك التاريخ الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء وادي الذهب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أصبحت في حلم من وقت إطلاق النار. ومنذ ذلك الوقت 13 نوفمبر 2020 جيش التحرير الشعبي الصحراوي انخرط في الحرب بصورة مباشرة وكلية. طبعا هذه الحرب احنا فرضت علينا، وهذا خطأ ثاني ترتكبه المملكة المغربية من بعد خطأها في 1975 بغزوها لجزء من ترابنا وبدخولها معنا في الحرب. منذ ذلك التاريخ يعني من 13 نوفمبر المعركة متواصلة من خلال الأقصاف والهجمات اليومية التي يقوم بها جيش التحرير الشعبي الصحراوي على طول الجبهة المعادية. طبعا كما هو معلوم الجيش الغازي الملكي يتخندق في خط دفاعي متصل طوله 2700 كيلومتر على طول هذه الجبهة، على طول هذا الخط الدفاعي اللي طبعا مقسم إلى قطاعات رئيسية ثلاثة وإلى قطاعات فرعية. كل هذه الجبهة هي عرضة لضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ ذلك التاريخ. ولا بغينا نقيسه بالأرقام، هذه 67 يوم الماضية يعني من 13 نوفمبر 2020 إلى غاية 18 يناير 2021 يعني إلى غاية أمس، مدة هاي 67 يوم
لم يخلو منها يوم واحد من النشاط القتالي. وخلال هاي المدة نوقف على حصيلة فيها 510 عمل قتالي ضد الجيش المغربي المتخلف ما بين أقصاف هجومات على هذا الخط الدفاعي، يعني بمعدل تقريبا حوالي 2 أعمال قتالية في اليوم الواحد، هذا إذا أخذنا معدل. طبعا القطاعات تتفاوت في هذا النشاط القتالي حكم، لكن كل هذه القطاعات اللي موجودة في الصحراء الغربية من المحبس إلى بير قندوز كلها تعرضت وتتعرض لهذه الهجمات ولهذه الأقصاف. إذا أخذنا كمثال قطاع المحبس مثلا، وكمثال قطاع المحبس خلال هذه المدة تعرض 111 عمل قتال خلال هذه 67 يوم. طبعا هذا العمل القتالي ترتبت عنه خسائر، أكيد خسائر كبيرة في صفوف الجيش الغازي. هذه الخسائر اللي أبغانا نعدوها تبدأ بخسائر نفسية معنوية، وهذه طبعا في الحروب هي أكبر الخسائر، لأن الحالة النفسية للجنود هي أهم شيء في القتال. هذه خسائر نفسية ومعنوية نتيجة أنه هؤلاء موجودون في خنادق، موجودون في تمركزات دفاعية ليست لهم مواقع تبادلية، لا يمكنهم مقادرة هذه المواقع الموجودين فيها، وهي مواقع مشوفة معروفة محدة على الطبيعة، والقذائف تتساقط عليهم ليل نهار. إذن هم عايشين على أعصابهم، هم لا ينامون، هم ما هم عارفين القصفة أو القنبلة كان اللي تسقط على 12 في الليل والله على 1 في الليل والله فجرا والله زوالا والله كذا. إذن من هنا الخسائر تبدأ، قلت خسائر نفسية معنوية. هناك خسائر بشرية طبعا، وهذه الخسائر البشرية بدأ المغرب بصورة متحشمة يظهر بعضها. مستشفيات الآن تعج بالجرحى، مستشفيات المغربية تعج بالجرحى. طبعا هناك أموات موتى طبعا، وهناك خسائر مادية، لأن هذا الدفاع كله هو مملوء بالعتاد الحربي وهذه القنابل تتساقط عليه. إذن الخسائر هناك خسائر محتضرة تماما. المغرب طبعا يحاول أن يتكتم، على هذه الخسائر، ويحاول أن يظهر أن الحرب غير موجودة وأن الوضع هادي. هذا كذب تماما، تكتم المغرب طبعا له مبرراته بالنسبة للمغرب، والباطل له أسبابه. طبعا من بين هذه الأسباب أن الاعتراف بالحرب سيودي إلى اعتراف الطرف الآخر، الحرب مع من؟ الحرب ضد من؟ وهناك الوضع الداخلي المغربي الهش، واعتراف المغرب بالحرب ستترتب عنه أمور أكيد مع الرأي الوطني المغربي اللي يبدأ يتساءل عن أولاده ويتساءل عن مصيرهم ويتساءل عن مصيره. واقتصاديا المغرب في وضع اقتصادي لا يحسد عليه، ومن أهم مداخله هي السياحة كبلد سياحي، واعترافه بالحرب أكيد هو طرد كلي للسياحة. هذه أسباب مباشرة واضحة تجعل المغرب يحاول أن يتكتم، ويحاول أن ينكر وجود الحرب، ويحاول أن يحصر كل الموضوع في نقطة القرقرات، وكان كل شيء مرتبط بالقرقرات. نحن بالنسبة لنا القرقرات ليست لها أهمية استثنائية، ليست لها أهمية خاصة، هي نقطة أصبحت محتلة كبقية نقاط المحتلة في التراب الوطني. الحرب بالنسبة لنا مفتوحة، والمسرح مسرح الحرب مفتوح، وهي حالا متصاعدة وستزداد وستتصاعد في المستقبل بإذن الله. هذا ما أردت أن أجعله كإحاطة أو مدخل لهذا هذه الندوة ولهذا الجمع المبارك، وشكرا. نشكر الأخ الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق، ونتوجه إلى الأخ ممثل الجبهة الشعبية بالأمم المتحدة لتقديم الإحاطة حول التطورات الدبلوماسية. بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير لكل
الصحفيات والصحفيين المتواجدين معنا. إذا في إطار الإحاطة الموجزة التي تفضل بها الأخ السيدي، لا شك في أننا أمام وضع جديد منذ 13 من نوفمبر من العام المنصرم، وضع يطبعه من ناحية نصف المغرب لوقف إطلاق النار من خلال عملية العدوان على التراب المحرر من الجمهورية الصحراوية، واستئناف الشعب الصحراوي لكفاحه المسلح لصد العدوان المغربي. وبالتالي كان لهذا الوضع الجديد انعكاسات على العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وكما نعلم العملية السلمية متوقفة منذ شهر ماي من 2019 بعد استقالة المبعوث الشخصي في شخص الرئيس الألماني السابق كولر في شهر ماي، وبإقدام المغرب على نصف وقف إطلاق النار الذي يعتبر العمود الفقري للعملية السياسية بعد أن عمل المغرب على عرقلة إجراء الاستفتاء، فبالتالي ليست هناك أي فرصة لاستئناف هذه العملية السياسية رغم مجهودات الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي جديد واستئناف العملية السياسية. إذن هذا الوضع الجديد يأتي في إطار عملية سياسية أممية متوقفة تماما. وفي هذا الإطار وبإيجاز ألخص موقف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب من كل هذه التطورات، مؤكدا أولا بأن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تحتفظ بحقها في استخدام كل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح من أجل الدفاع عن الحقوق المقدسة وغير القابلة للمساومة للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. ثانيا أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تبقى الباب مفتوحا للحل السلمي، ولكن الحل الذي ينبني على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ وترتيبات الأمم المتحدة المتصلة بقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية الاستعمار. إذن هذا بخلاصة هو موقف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب من هذا الوضع الجديد. يعني علمت بأن هناك صحافة أجنبية وسأقوم بتلخيص ما قلته باللغة الإسبانية. Empezando por desear a todas y todos muy buenas tardes y solo insistiendo en el hecho de que estamos ante una nueva situación marcada por un lado por el acto de agresión perpetrado por las fuerzas de ocupación marroquíes el 13 de noviembre del año pasado, que puso fin al cese del fuego y obligó al pueblo saharaui a retomar las armas para defender nuestra tierra. En lo que se refiere al proceso político llevado a cabo por las Naciones Unidas en el Sahara Occidental y, como sabemos, sigue estando estancado desde la dimisión del enviado personal del secretario general, el antiguo presidente alemán, Horst Köhler, y a pesar de los esfuerzos realizados por la ONU para encontrar una persona para sustituir al presidente Köhler. Entonces, como resultado de esta situación, ya no existe, ya no podemos hablar de un proceso político en el Sahara Occidental. Eso por un lado. Ahora resumo
la posición del Frente Polisario en lo que se refiere a esa nueva situación. Primero, el Frente Polisario se reserva el derecho a usar todos los medios legítimos, incluida la lucha armada, para defender los derechos sagrados e innegociables del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia. Y, sin embargo, el Frente Polisario sigue estando comprometido con la vía pacífica para llegar a una solución pacífica a este conflicto, pero una solución que debe basarse en el pleno respeto del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia, conforme a las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y las prácticas de la ONU en lo que se refiere a un caso de descolonización, como es el caso del Sahara Occidental. نشكر الأخ ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب بالأمم المتحدة أو لدى الأمم المتحدة على الإحاطة المقدمة، كما نشكره أيضا على الجهد المبذول في ترجمة الإحاطة إلى اللغة الإسبانية. والآن نبدأ الفقرة الثانية من الندوة الصحفية، وهي طبعا فتح باب الأسئلة. لدينا هنا لائحة للوسائط الإعلامية الحاضرة معنا. نبدأ أولا من وكالة الأنباء الجزائرية. وكالة الأنباء الجزائرية، وكالة الأنباء الجزائرية ياسمينة على ما أعتقد، فاطمة الزهرة، حمادي، فاطمة الزهرة، إذا كنت في الاستماع أرجو طرح السؤال دون أن ننسى أن الصوت ربما قد يكون. وكالة الأنباء الجزائرية، محمد علي معانا، فاطمة الزهرة، نوال، ننتقل إلى أن يجهز سؤال وكالة الأنباء الجزائرية إلى وكالة الأنباء الإسبانية. El representante de EFE está con nosotros. Nasira. تتكلم العربية. Right? وكالة الأنباء الإسبانية. Nasira. دون أن ننسى أنه البوق راهو ميوتد، راهو مديول صامت. افتحوه من عندكم. نصيرة اللي عندك يا محمد عالي، افتح لها البوق. نصيرة اف. اوكي. ننتقل الى الاخوة بوكالة الانباء الصحراوية والسؤال. شكرا على السؤال. وباختصار، الشعب الصحراوي والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب تعول على الله أولا، وعلى صمود وإرادة الشعب الصحراوي ثانيا في بلوغ محمد علي.
محمد علي ميوتي الأبواق كاملة. شكرا. إذا كما قلت شعبنا يعول على الله أولا وعلى نفسه ثانيا في تحقيق أهدافه المقدسة في الحرية والاستقلال. فيما يتعلق بالأمم المتحدة بالفعل اعتبارا لكون القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار فللأمم المتحدة مسؤولية خاصة في هذا المجال، والطرف الصحراوي تعامل بكل جدية والصدق مع هذه المجهودات، ولكن كما رأينا وكما تعلمون جيدا لم تؤدي إلى أي نتيجة. فصبر الشعب الصحراوي والتنازلات التي قدمتها جبهة البوليساريو لم تقود إلا إلى زيادة حدة غطرة الطرف المغربي أمام تقاعس مجلس الأمن عن لعب دوره. وبالتالي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب كما قلت تلخيصا لموقفها تبقى مستعدة للانخراط في المسار السياسي بغية الوصول إلى حل سلمي، ولكن وبعد استئناف الكفاح المسلح يوم 13 من نوفمبر من الشهر من العام الماضي فكل انخراط في العملية السياسية مرهون بالتطورات الميدانية ومرهون بمدى جدية مجلس الأمن والأمم المتحدة في التعاطي مع هذا الملف، لأن الاستمرار والاندفاع أكثر في الكفاح التحرري يبقى هو أولوية الأولويات وكل ما عدا ذلك تابع. ننتقل الآن إلى الإخوة بالتلفزيون الجزائري. فيما يخص القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الرئيس دونالد ترامب، موقفنا هو أننا نأمل أن تراجع الإدارة الجديدة هذا الموقف لكونه موقف يتعارض مع القانون الدولي ومع قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي أشرفت الولايات المتحدة نفسها على صياغة هذه القرارات، ولكي تعود الولايات المتحدة إلى موقف الحياد الإيجابي
إذا هذا ما نأمله. وبالتالي كل شيء مرهون بما ستتخذ هذه الإدارة الجديدة من هذه النقطة، لأن عدم ذلك ستكون له انعكاسات ليس فقط على دور الولايات المتحدة على مستوى مجلس الأمن كونها عضو دائم في المجلس والمسؤولة عن سياقة القرارات ذات الصلة ببعثة المينورسو، ولكن أيضا على تعاطي المجلس كجهاز مع هذه القضية، لأنه إذا لم تتم مراجعة هذا الدور هذا القرار فإنه لن يكون للولايات المتحدة من أي دور بحكم كونها قد اتخذت الموقف المدافع عن أطروحة الطرف الآخر. ولكن يعني نأمل جديا في أن تقوم الولايات المتحدة بمراجعة هذه القرار. محمد علي، هذا اللي عنده نمبر دي أنا كسي سيلينسيا بور فابور سو ميكروفون. شكرا، شكرا جزيلا على السؤال. أريد أن أوضح فقط أنه ليس هناك بالنسبة لنا تقصير خاص للمحبس، وليست هناك خصوصية للمحبس عن غيره من القطاعات الإذاعية، وأن الاستراتيجية المنتهجة لدى جيش التحرير الشعبي الصحراوي هي مهاجمة كل الدفاعات المغربية بدون استثناء. ولعلمكم هناك تحرير تام للمبادرات القتالية لكل النواحي ولكل الوحدات القتالية، وهناك تنافس فيما بين هذه الوحدات وهذه النواحي. إذن ليست هناك خصوصية بالتحديد الكثافة في نقطة أو في منطقة عن منطقة أخرى، تحكمها العوامل الميدانية فقط لا أكثر لا أكثر. والمحبس هنا ذكرته على سبيل المثال للاستدلال فقط وليس للتمييز. المميزات الأساسية لهذا القتال إلى حد الساعة ثلاثة: واحد هو الاستمرارية، أنه قتال مستمر يومي مدة هاي 67 يوم، ليس هناك يوم واحد خالي من القتال. الميزة الثانية هي الشمولية، أنه هذا القتال شامل لكافة الدفاعات المغربية، وقلت من المحبس إلى بيرغندوز على المحيط الأطلسي. والميزة الثالثة أنه في تصاعد، هذا القتال في تصاعد، وهذا القتال يتنوع ويتطور وسيزداد تنوعا وتطورا وتصاعدا في المستقبل. إلى حد الساعة مثلا في قطاع بيرغندوز، لا في قطاع البقاري عفوا الموجود في الجنوب، للمقاتلين تسللوا ووضعوا ألغام على الخطوط الخلفية على خطوط الإمداد المغربية، وانفجرت هاي الألغام، واحد انفجر بشاحنة وواحد انفجر بسيارة إسعاف. إذن هذا عمل نوع القتالي ليس في المحبس. هناك في بعض المناطق الأخرى أصيبت مراكز قيادة في الخلف ومخازن في الخلف وفي المؤخرات. إذن هذا القتال متواصل، متواصل على الجبهة، وليس هناك أي تمييز وأي خصوصية لأي نقطة، لا المحبس ولا غيره. فيما يخص المناورة اللي قام بها الجيش الوطني الشعبي يوم أمس في منطقة تندوف، نهني بالمناسبة الجيش الوطني الشعبي على المستوى الراقي والعالي وعلى التنفيذ الجيد اللي الجميع يشهد به في هذه المناورة اللي كانت حقيقة تمرين تكتيكي من المستوى الرفيع، اشترك فيه السلاح الجوي مع السلاح البري مع الاستطلاع، وكان حقيقة في المستوى. نهني الجيش الوطني الشعبي الجزائري على هذا المستوى الرفيع جدا، وأكيد أنه يدخل في سياسة الجزائر اللي لا تعتدي على الغير، لكن تريد أن تؤكد للجميع أنها باستطاعتها
وبمقدرتها حماية الحدود الوطنية الجزائرية بأجمل صورة. وشكرا. ننتقل الآن إلى الأخوة الحاضرين معنا افتراضيا، والسؤال الآن للبي بي سي، إذاعة البي بي سي، دكتور هشام. إذاعة البي بي سي، دكتور هشام. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخي. أهلا وسهلا، تحياتي لجميع مسؤولي جبهة المثالية والكرام ولكل الزملاء الصحفيين الحاضرين. سؤالي هو فيما يتعلق بقرار الرئيس الأمريكي بالاعتراض المغربي للصحراء الغربية. هناك من يقول هذا القرار هو يأتي ردا على دعم إيران لجبهة المثالية، ونحن نعلم أن دونالد ترامب رئيس المنتهي ولايته كان يضغط على إيران طوال فترة حكمه، هل بالفعل هذا القرار يأتي ردا على دعم إيران لجبهة المثالية؟ تفضل. شكرا. اعتقد ان السؤال سيكون موجه الى الدكتور السيد محمد عمر. شكرا على السؤال. قرار الرئيس الامريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب ليست له علاقه بما يزعم انه دعم ايراني للجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب، وكما اقر هو نفسه فالقرار يأتي مقايضة لما يسمى بتطبيع مغربي إسرائيلي، وليست له أي علاقة بما يزعم أنه دعم إيراني للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي. وكما قلت، الأحداث التي تلت إعلان 10 ديسمبر تؤكد بأن هذا القرار جاء مقايضة كما قلت للاتفاقية المبرمة بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية لترسيم أقول وليس لتطبيع، لأننا نعلم بأن العلاقات بين البلدين قديمة ومتشعبة، ولكن ما حدث يوم 10 ديسمبر كان هو مجرد مقايضة ليس لها أي فيما يتعلق بالسيادة المزعومة ليس لها أي أساس قانوني أو سياسي، لأن لا الرئيس الأمريكي يملك السيادة على الصحراء الغربية ولا المملكة المغربية تملك تلك السيادة، هي ملك حصري للشعب الصحراوي. نعود الآن إلى الإخوة بوكالة الأنباء الجزائرية، إذا كانوا حاضرين معنا، الأخت نوال. الإخوة بوكالة الأنباء الجزائرية، الأخت نوال. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي أختي. السلام عليكم. شكرا على هذه الندوة وعلى التوضيحات. أول سؤال، ما هو تحليلكم للسقوط المغربي على الحرب الحاصلة؟ ثاني سؤال، لدي هناك تقارير إعلامية تداولت مؤخرا أن الطائرات المغربية بدون طيار تحوم في الأجواء المغربية الغربية إلى أي مدى يعني صحة هذه الأخبار؟ أعتقد أن السؤال موجه للأخ الأمين العام، فليتفضل بالإجابة. شكرا. بخصوص سكوت المغرب أو تكتم المغرب على الحرب، أظن أني في الإحاطة ذكرت الأسباب. وسأعيد ذلك. المغرب يتكتم على الحرب رغم أن الحرب موجودة منذ 67 و 68 يوم ومتواصلة يوميا بخسائرها وبمشاكلها، لكن المغرب يتكتم على هذه الحرب ويحاول أن يظهر أن المنطقة هادئة وأن الحرب غير موجودة. قلت لعدة أسباب. السبب الأول، اعتراف المغرب بالحرب سيؤدي إلى اعترافه بالطرف الآخر، الحرب مع من؟ الحرب ضد من؟ اثنين، هناك الوضع الداخلي المغربي هو وضع متأزم ووضع هش، والاعتراف بالحرب سيزيد هذا الوضع مشاكل وسيزيد هشاشة
وستترتب عن مضاعفات داخل المغرب نفسه، بعدها قانوني وبعدها اجتماعي وبعدها أدلاذة. المغرب في اقتصاده يعتمد على السياحة، واعتراف المغرب بالحرب منفر للسياحة لم يكن قاضي عليها. لهذه الأسباب المغرب إلى حد الساعة يتكتم ويحاول أن يتكتم على الحرب، لكن إلى متى؟ الحرب مستمرة، الحرب متصاعدة، والحرب موجودة على الأرض ليست في الفضاء، موجودة على الأرض، والخسائر موجودة على الأرض. إذن هذا واقع، التنكر والتستر عليه غير ممكن، والأيام ستكشف كل الحقائق. فيما يخص الطائرات المغربية، طبعا المغرب يوظف كل طاقته العسكرية، يتنكر إعلاميا لكن ميدانيا هو يوظف كل طاقته العسكرية. وطاقة المغرب العسكرية طبعا هو جيش كلاسيكي كما هو معروف، موجود في دفاعات، يستخدم الألغام ويستخدم الأسلاك الشائكة ويستخدم الحفر ويستخدم القوات ويستخدم الرادارات ويستخدم طبعا الطائرات ويستخدم المدفعية بمختلف أشكالها. إذن المغرب يزج بكامل قواه في الحرب، ولا يدخر أي جهد ولا يدخر أي شيء. شكرا. La siguiente pregunta será la de Europa Press y a la periodista Sonia Moreno. ¿Nos está oyendo, Sonia? Sí, hola, buenas. Soy Sonia Moreno, pero soy la que voy a poner el vídeo. Soy de la cadena SER. Os he enviado una pregunta para los dos intervinientes. Si la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla podría ser una presión hacia España como administradora del Sáhara Occidental para que fijase posición en favor de Marruecos. Uh-huh. Esa es la pregunta. No, bueno, tengo varias. Esta es la primera pregunta, sí. Vale. Pues creo que responderá el doctor Sidi Omar esa pregunta. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Pues lo que puedo decirte de que las relaciones entre Marruecos y España es un asunto que corresponde a los dos países. Y entonces cualquier medio político que pueda usar Marruecos en su relación con España es un asunto, para nosotros es un asunto bilateral, y personalmente no tengo ningún comentario a hacer al respecto. Vale, pues voy a continuar con alguna otra cuestión que tenía. Uh-huh. Bueno, me interesaría sobre todo, representante del Ministerio de Defensa, si nos pudiera hacer una evaluación bastante sobre el conflicto, en qué punto está después de la ruptura del alto el fuego el 13 de noviembre, ya estamos en el mes de enero, ¿qué balance nos podría hacer? تتكلم عن آخر التطورات، حصيلة التطورات تقريبا من 13 إلى اليوم، أعتقد عنه ما تلقاه بالدكتور سبتور المطلع. فيما يخص الحصيلة نكرر، هي اللي الترجمة له. مشوهلها إن سكريتو باشي مشي لحد مكتوب باشي خير. Bueno, te enviamos la respuesta escrita porque realizó al inicio de esa rueda de prensa un resumen general de los sucesos desde el 13 de noviembre y lo recibirás escrito vía email. Me gustaría que nos... Y no voy a estar consciente del corte porque estará la sí. Verdad escrito, pero sabiendo que ya lo comentó, no hay problema. Sí. Bueno, voy a continuar. Vale. ¿Qué piensan? Porque claro, yo soy corresponsal de Marruecos, con lo cual me interesa mucho, ¿vale?, todo lo relacionado. ¿Qué piensan de la no respuesta de Rabat y el silencio internacional ante lo que han declarado como una guerra? Este silencio, esta guerra que califican de fake news en los medios marroquíes,
¿Qué es lo que piensan ellos? Y creo que también quizás un silencio, ¿no?, por parte de la prensa internacional. سؤال السيدي اعتقد انه نفس سؤال اذاعه وكاله الانباء الجزائريه حول سقوط تكتم المملكه المغربيه على الحرب، اضافه ايضا لغياب وجود الاخبار عن هذه الحرب في الصحافه الدوليه تقريبا بشكل عام. بخصوص التكتم نكرر ان هناك اسباب، عده اسباب لدى المغرب أو دوافع هي تجعله يتكتم على الحرب. واحدة سياسية، هو اعتراف بالحرب، معناها اعتراف بالطرف الآخر اللي قاعد ضده. والثانية داخلية مغربية، الوضع اللي فيه المغرب اجتماعيا وسياسيا. والثالثة اقتصادية، بلد سياحي واعتراف بالحرب هو منفر للسياحة. إذا هذه مجموعة من الأسباب تجعل المغرب يتكتم، لكن اكيد هذا التكتم سيزول لان الحرب مستمره والحرب متواصله. موضوع الصحافه، الحرب لا زالت في بداياتها. الى حد الساعه التلفزيون الجزائريه مشكوره فتوصلت للميدان وعدلت معاينات وعدلت عمل ميداني، هي اول حد ثاني. واكيد انه في وقت معين سيفتح المجال للصحافة باش تعيش وباش تواكب وباش تتابع هذه الحرب وتخطيها، والأمور لا زالت في بداياتها. Respondiendo a vuestra pregunta sobre el silencio marroquí sobre la guerra, el responsable o el secretario general del ministerio, bueno, responde a vuestra pregunta diciendo que ese silencio es debido a su criterio a múltiples razones, pero cita tres razones esenciales de ese silencio. Primero, una razón que es política, debido que Marruecos políticamente al reconocer la guerra reconocerá la otra parte en el que está en guerra con ella. Hay otra también razón que es una razón interna. Ya sabemos la situación actual en el que está Marruecos socialmente, internamente, también las dificultades debido a la pandemia y etcétera. Como también la tercera razón es una razón económica. Sabemos que Marruecos basa en su mayoría, su economía en su mayoría sobre el turismo y al declarar a la zona como una zona de guerra ya sabemos cómo afectará eso económicamente a Marruecos. Lo que es el bloqueo mediático o la no presencia mediática de la guerra en otros medios internacionales, declaró o resaltó la presencia de la televisión argelina agradecida por ser el primer medio internacional en ir al terreno y ver de cerca cómo se desarrolla el debate entre el ejército saharaui y el ejército marroquí. Y dice que estamos en el inicio y que Marruecos tarde o temprano reconocerá la guerra y los resultados, como se resaltarán evidentemente al público como también a nivel internacional. Y que con el desarrollo o con el tiempo los sucesos van a cambiarse y la guerra va a ser como más abierta y más reconocida. Y la última es una cuestión para Siri, respecto a, hoy hemos leído, ¿no?, que el ejército argelino se había desplegado hacia Tindouf. ¿Nos puede hablar un poquito de los apoyos internacionales y sobre todo de la postura en la guerra de Argelia y Mauritania? Es para ti. Vale. Sual, بالأمس تم الحديث عن تواجد الجيش الجزائري بمنطقة تندوف والمناورات. على المستوى الدولي
ما تقييمكم مثلا لحضور الجزائر في هذه الحرب إضافة أيضا لموقف الموريتاني من من من, من هذه المسألة؟ شكرا. بالنسبة للجيش الجزائري والمناورة التي أقيمت أمس في منطقة تندوف، هذه تدخل في البرنامج السنوي القار والعادي للجيش الوطني الشعبي الجزائري المتعلق بالتكوين ومتعلق بالتدريب ومتعلق بالحفاظ على الجاهزية القتالية الدائمة تحسبا وتوقعا لأي طارئ، وهذا شيء لدى الجيوش عامة. طبعا الجيش الجزائري في هذه المناورة أظهر Bueno, intento hacer un breve resumen al inicio de la respuesta porque todavía no acabó la respuesta. Pero hablaba de que la presencia del ejército argelino en Tindouf es algo normal y de rutina en un entrenamiento militar que está programado por el ejército argelino. Y también entra como en la categoría de la preparación logística del ejército en general. الجيش الجزائري من خلال هذه المناورة أمس أظهر على مستوى عالي جدا من الجاهزية وعلى مستوى عالي جدا من التفنن القتالي ومن المستوى القتالي الجيد. El ejército argelino en ese entrenamiento militar demostró una preparación, digamos, suprema y también demostró también una postura, digamos, preparada en todos los términos de combate, de resistencia y etc. Espero que lo estoy traduciendo como es debido. بالنسبة للشق الآخر من السؤال، المغرب منذ 13 نوفمبر 2020 أدخل المنطقة في حالة حرب. Marruecos, como todos sabemos, después del 13 de noviembre dejó toda la zona en una situación de guerra. Esa guerra va a entrar en una escalada segura. وبالتالي المنطقة بالكامل هي في خطر لأنها أصبحت فيها حرب. Y todos, claro, sabemos que después de esa escalada nadie quedará protegido de esa guerra y toda la zona será expuesta a lo que es el peligro de la guerra. وأكيد أن الاستراتيجية المغربية الماضية من خلال الأحزمة الدفاعية ضيقت الحدود وضيقت المجالات. Todos sabemos que la estrategia marroquí en crear los muros de defensa creó como una restricción geográfica sobre la zona. وبالتالي هذه الحرب الآن هي قريبة جدا من الحدود الجزائرية ومن الحدود الموريتانية. Y sabemos también que esos muros son muy cercanos a las fronteras argelinas como también las fronteras mauritanas. وبالتالي كل الاحتمالات متوقعة. Y eso nos lleva a que todos los escenarios son posibles en esa guerra. خصوصا أنه نظام المخزن في المغرب فلسفته هي التوسع والعدوان. Volviendo a la realidad de que la política marroquí es una política expansionista, no solamente sobre los saharauis, sino también a los países vecinos están como amenazados por esa política de expansionismo. إلى حد الساعة حصلت حوادث تجاه
الشقيقة موريتانيا. Desde la declaración de la guerra hubo como incidentes que fue la vecina Mauritania víctima de esos ataques por parte del ejército marroquí. بعض القذائف المغربية هي تتساقط في الأراضي الموريتانية أحيانا ضد منقبين مدنيين وأحيانا ضد غيرهم. Las bombas marroquíes ya sabemos que han caído sobre territorios mauritanos. Los ataques fueron contra unos buscadores de oro, como a otros civiles que fueron como víctimas de esos ataques por parte del ejército marroquí. نحن حذرنا منذ زمن طويل من هذا الذي حصل أخيرا وهو عودة المنطقة إلى الحرب. El Frente Polisario ha llevado mucho tiempo como advirtiendo a la comunidad internacional de los resultados perjudicadores de esa guerra. Ahora la guerra ya está en la región. الأجزاء المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. هذه هي إرادة الشعب الصحراوي وهي عزيمة جيش تحرير الشعب الصحراوي. Esa guerra seguirá hasta la liberación de todo el territorio del pueblo saharaui. Esa es la determinación del pueblo saharaui y eso es como también la determinación y la voluntad del ejército saharaui. Gracias. Quería hacer unas preguntas, por favor. Sí, es que si habrá posibilidad de enviar esas preguntas por escrito y intentamos, como tenemos a múltiples periodistas que están con nosotros hoy, vale. Debemos proceder. Gracias, ¿eh? Okay. Gracias. نعود الآن إلى الصحفي أبو بكر المامي عن زهرة. صحفي أبو بكر المامي عن وكالة الأخبار الموريتانية. صحفي أبو بكر، أهلا بك. مرحبا. الصوت مسموع؟ مسموع مسموع، تفضل. عندي مجموعة أسئلة لكن ممكن أقطع واحدة وأقطعها بشكل عن متبادل. من الأحسن عنك تعود طرح مرة واحدة وتعود محدد الشخص الذي سيجيب عن السؤال إذا أمكن طبعا. تفضل. السؤال الأول، أن هل تحصل بريزان أن الوضع الحالي في استنزاف للقدرات والأخيرة خصوصا استمرار على نفس الوجع؟ السؤال الثاني، هل نتوقع مثلا الفترة القادمة تصاعد وتيرة الحرب؟ هل نتوقع خطوات أخرى مثلا هجوم بأسلحة من نوع آخر أو هجوم على الجدار؟ أو ما اشتباه مع الجيش المغربي يمكن في الفترة المقبلة نتوقع شيء من هذا القبيل. السؤال الأخير، المغرب لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن عن قصد يستهدف شبه بوليزاريو. هل يؤكد أن مقاتلي الجبهة تعرضوا لقصف مغربي في هذه الفترة خلال 67 يوم الماضية؟ هل تعرضتم لقصف مغربي أم لا؟ شكرا. سمعت السؤال الأول. هل تخشى الجبهة من استنزاف الذخيرة واستنزاف القدرة القتالية مع الاستمرار نفس وتيرة الحرب منذ البداية؟ شكرا جزيلا على الأسئلة. بخصوص السؤال الأول،
نحن لنا تجربة قتالية كبيرة جدا مع الجيش الملكي الغازي المغربي، تجربة من 16 سنة من القتال. وخلال هذه التجربة غالبية عتادنا اللي قاتلنا به اسوى ذخائر واسوى أسلحة واسوى معدات حربية هو مغنوم من الجيش الملكي الغازي المغربي. إذن نحن الآن انطلاقا من هذه التجربة نعول على مخزون الجيش الملكي من العتاد الحربي، لنا نصيب من هذا المخزون بإذن الله. وبخصوص إمكانياتنا ووسائلنا اللي تحت أيدينا حالا، نفهم انطلاقا من هذه التجربة كيفية توظيفها واستخدامها وترشيدها بخصوص تصعيد الوتيرة. أكيد أن الوتيرة ستتصاعد، هذه نعتبرها بدايات. ما هو حاصل الآن بالنسبة لنا هو مجرد تسخين، وهذا سيتصاعد. ومن خلال أساليبنا القتالية الماضية لدى الجيش الملكي المغربي لا نقاتل بالطريقة الكلاسيكية المألوفة، لأن ليس هناك تناسب أكيد بين القوى والوسائل لجيش تحرير الشعب الصحراوي والجيش الملكي. ومن هذا المنطلق حربنا ليست حرب كلاسيكية كما هو معروف. المغرب بنى دفاعاته على منظور كلاسيكي محض، يعني عدل كومبلكس، عدل مركب دفاعي، كل جزء منه يساعد ويحمي ويتناغم مع الجزء الآخر، بمعنى حقول الألغام ثم الأسلاك الشائكة ثم الحيطان الرملية ثم الحيطان الحجرية ثم خنادق ميمدال ثم المواقع القتالية للجنود ثم وحدات التدخل ثم المدفعية ثم الرادارات إلى آخره. هذه منظومة دفاعية متكاملة. نحن لا نجابه هذه المنظومة ولا نقاتلها كلاسيكيا خلال تجربتنا الماضية، لكن نقاتلها بحرب استنزاف. كل عنصر من هذا نفككه ونقاتله على حدة. وفي لحظة معينة لما نرى أن الفرصة مواتية في نقطة معينة ننقض عليها ونقوم بعمل قتالي كبير عنده مردوده في تلك اللحظة. إذن نحن في تجربتنا مزجنا ما بين الكلاسيكي وحرب العصابات المعروفة، وأصبحت هناك التجربة القتالية الصحراوية لجيش تحرير الشعب الصحراوي اللي أصبحت تدرس في بعض الأكاديميات ومحل اهتمام من بعض الخبراء العسكريين. إذن أكيد هذه الوتيرة ستتصاعد وستشهد أعمال وأساليب قتالية غير الموجودة حالا، هذا أكيد. فيما يخص المغرب وردود وأقصاه، المغرب يحاول أن يخفي ويتكتم على الحرب إعلاميا، لكن في الميدان لا يدخر شيئا. هو حالا في استنزاف. لما نرمي صاروخ في اتجاه قاعدة مغربية، القاعدة ترد بعشرين وبثلاثين صاروخ. ولما نرمي قنبلة على نقطة مغربية معينة، النقطة المغربية ترد بعشرات القذائف. إذن جيش تحرير الشعب الصحراوي مدتها 67 يوم طبعا يواجه حرب حقيقية. المغرب لم يدخر ولن يدخر في المستقبل أي جهد عسكري. وأظن أنه إلى حد الساعة بعض الغذائف المغربية تساقطت في التراب الموريتاني الشقيق، تجاوزت المقاتلين الصحراويين وتساقطت في الأراضي الصحراوية، سواء ما حصل مع الدورية الموريتانية العسكرية واللي اعتبر في وسائل الإعلام أنه خطأ، أو ما حصل مع المنقبين عن الذهب واللي أظن أنه الآن تكرر لثلاث مرات في منطقة بني مقري. هذه القذائف ما هي ساقطة من السماء، هذه جاية من مدافع مغربية من الحزام الدفاعي وتجاوزت المقاتلين الصحراويين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أشير على أنه الأخ أبو بكر من وكالة الأخبار المستقلة بن واكشوط. الأخ نفعي ممثل لي صاحب المنطقة.
الإذاعة الوطنية والإذاعة الجزائرية. طيب عندي سؤالين اثنين. أول متعلق أساسا بالميدان العسكري وبل تطور الحرب والفوارق الكبيرة اللي بين الحرب العالمية الأولى والثانية، هو متذلل رهان والله أمل طلع الصحراويين لاحتكاك مباشر وحصول تقدم معين. يعني حبذا انه كلام من دروس الحرب الاولى، لانه على مدى 16 سنه ما هي فتره بسيطه، ربما حتى اعمار شباب، يعني من طول النفس، يعني كل ما كان ميزه صحراويه هل هو اليوم بنفس القوه بنفس الوتيره بنفس التطور انطلاقا الموجود، وخاصه شنو اللي يعذب ظل حالة الحرب المعلنة على المناطق المحتلة بشكل كبير، ظل الدعوات الكبيرة اللي قاست الصليب الأحمر خاصة اللجنة الدولية لأنها ما دخلت في الصحراء الغربية إلا في وقت متأخر، وربما توجس اليوم من أنها تدخل أيضا متأخرة حيث أنها ما تتوافق حجم المعاناة اللي دائما يجرى على أي حالة حرب. أمميا وعلى مستوى التعاطي الدولي مع القضية الصحراوية، إلى أي مدى يمكن ما بعد طبعا قرار وحاجة جان دونالد ترامب عن الولايات المتحدة الأمريكية تتنحى عن سيادة التقارير، خاصة أنها ملكة تقارير في ملف الصحراء الغربية طيلة 29 سنة منذ العام 91، خاصة أنه من يدير هذا الملف يعتبر أنه حيادة بالدرجة الأولى إلا إذا كان هنالك تراجع من قبل إدارة بايدن عن ما ذهب إليه سابقه. ثم كيف يمكن أن تشكل المعطيات الأخيرة، خاصة أنه ما يسمونه جزافة الأصدقاء الأمين العام في الصحراء الغربية، نجد بأن أكثر الشركات المتورطة في المواطن الاقتصادي في الصحراء الغربية هي شركات من هذه الدول التي تسمى أصدقاء الأمين العام في الصحراء الغربية. لأي مدى يمكن أيضا أن تشكل هذه الحرب والتطورات الأخيرة تأثيرات كبيرة خاصة على مستوى النهج المنهج في مستوى القرارات الدولية؟ نشكر الأخ نفعي ونبدأ في الشق الأول للسؤال الموجه للأخ الأمين العام لوزارة الأمن والتوفيق. شكرا جزيلا الأخ نفعي. بخصوص الفوارق، هي أنا بالنسبة لي الحرب اللي بدأ الشعب الصحراوي من 1975 لا زالت هي نفسها متواصلة، لأن الهدف لا زال هو والوسيلة لا زالت هي جيش تحرير الشعب الصحراوي. وبالتالي نحن خضنا شوط أول في 16 سنة ووصلنا إلى النتائج اللي وصلنا لها، اللي تلخصت في مخطط التسوية اللي صادق عليه المغرب وكان سيفضي إلى حل نهائي لولا تملص المغرب ومناورته وتنكره. ودخلنا في مرحلة أخرى سميناها لا حرب ولا سلم، وهي اللي استمرت زوها 30 سنة بأساليب وبوسائل وبطرق نضالية أخرى غير الكفاح المسلح، والآن نعود من جديد إلى الوسيلة الأولى اللي هي الكفاح المسلح، من أجل دائما الوصول إلى نفس الهدف اللي هو التحرير الشامل لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واستكمال سيادتها ورحيل آخر جندي غازي من فوقها. بالنسبة للفرق أكيد سيكون في الأساليب، انطلاقا من الدروس المستخلصة من الشوط الأول من الحرب ودروس قيمة جدا، هناك تراكم كبير في التجربة القتالية، لكن هناك ما حصل خلال 30 سنة الماضية من قدرة قوة معرفية حصلت عند الشعب الصحراوي وعند شباب بصفة خاصة، ومن عدد بشري هائل لله الحمد مقارنة مع ما كنا عليه في البداية. إذن هذا كله سيكون إضافة في الحرب الجديدة، وسيكون أساسا الفارق على ما أعتقد في الأساليب في الخطط، انطلاقا مما هو مستخلص من التجربة الماضية وانطلاقا مما هو حاصل حالا من قدرات علمية ومعرفية وشبانية لم تكن موجودة عندنا في المراحل الأولى من الحرب. فيما يخص المناطق المحتلة، المناطق المحتلة تعيش
وضع جهنمي، تعتيم إعلامي تام، وأبشع صور تنكيل والقمع يتعرضوا لها المواطنين الصحراويين في هذه المدن، والأراضي المحتلة كلها سجن كبير. لكن الآن تطور الأمر إلى أن العائلات أصبحت مسجونة في بيوتها كما هو حاصل في بوجدور. طبعا المنتظم الدولي والمنظمات الإنسانية وفي مقدمتها الصليب الأحمر مدعوين ومطالبين، وهذه مسؤولية عليهم، أنهم حقيقة هذا الوضع يتابعوه ويعيشوه ويقدمون يد المساعدة لهؤلاء العزل الأبرياء اللي ينكل بهم واللي محاصرينهم. قطعا في التجربة الماضية من الحرب هذا التدخل كان متأخر تماما، صحراويين في تلك الأزمنة. ما ننسى ما حصل في تازما مارت، وما حصل في مجونو، وما حصل في غيره من كياهب السجون المغربية اللي الصحراويين سجنوا فيها لعشرات السنين، وما ننسى ما حصل من إبادة ومن تقتيل جماعي وغيره. قطع أنه هاي المنظمات كلها تأخرت تماما، ونتمنى أنها الآن تكون عندها أذان صاغية، وأنها تستجيب، وأنها تمد يد العون لهؤلاء الأبرياء محاصرين اللي لا حول لهم ولا قوة، واللي عالين جهارا نهارا عن رفضهم الاحتلال وعن مطالبتهم باستغلال بلدهم وبرفضهم للمحتل. شكرا. شقة ثاني من السؤال. شكرا على السؤال. فيما يتعلق بإمكانية تنحي الولايات المتحدة الأمريكية عن دور سيادة القرارات فيما يتعلق بمأمورية بعثة الأمم المتحدة لاستكشاف الصحراء الغربية على دور القرار هذا الجانب المعلوم للجميع، دعني فقط للتوضيح أقول بأن مهمة صياغة القرارات على مستوى مجلس الأمن هي مهام طوعية تقوم بها الدول الدائمة في مجلس الأمن ما يتعلق بعديد القضايا التي يتناولها المجلس، محصورة كما نعلم في إطار صون السلم والأمن الدوليين. وبالتالي كان قرار تولي الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الدور قرار أمريكي سيادي، وبالتالي تنحيها من عدمه يعود للإدارة الأمريكية نفسها. ليس هناك أي قرار من قبل مجلس الأمن يرغم الولايات المتحدة الأمريكية على لعب هذا الدور أو تركه. ولكن كما قلت في إجابة لسؤال سابق بأن إبقاء الولايات المتحدة الأمريكية على نفس الموقف ما يتعلق بالسيادة المزعومة على تراب الجمهورية الصحراوية يؤثر أساساً من الناحية الأخلاقية، بأن هناك دولة ترعى قضية معينة ولديها موقف ثابت من هذه القضية. هذا من ناحية. ولربط هذا السؤال بالشق الثاني من السؤال فيما يتعلق بما يسمى بمجموعة استقاء الأمين العام، في نفس الإطار هذه المجموعات تشكل طواعية بدون أي قرار على مستوى مجلس الأمن قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمجموعة المسمى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية هي المجموعة التي تضم أربعة أعضاء دائمين في المجلس: الاتحاد الروسي، بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والدولة المستعمرة سابقا إسبانيا. هذه المجموعة أنشئت بالفعل من قبل مبادرة أمريكية في بداية التسعينات، كانت مجموعة مفتوحة ضمت في آنذاك أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، ولكنها للأسف مع الزمن تحولت إلى نادي مغلق لديه احتكار شبه كامل على صياغة القرارات فيما يتعلق بولاية بعثة المينورسو. وبالتالي دورها من عدمه كما قلت يعود إلى القرارات السيادية من قبل هذه الدول. ولكن فقط للتوضيح قليلا أشير إلى الدور الأمريكي فيما يتعلق بولاية بعثة المينورسو. الولايات المتحدة الأمريكية ليست فقط هي الدولة المستضيفة
لمنظمة الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك، هي الدولة التي تدعم ميزانية المنظمة بحوالي 22% من ميزانية المنظمة هو دعم أمريكي البالغ 3.2 مليار. ميزانية قوات حفظ السلام اللي هي أكبر ميزانية 6.5 مليار، الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بربع هذه الميزانية. فقط لمعرفة مدى التأثير الأمريكي على مستوى منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي يعني من الصعب التكهن بمدى ما تقوم به الولايات المتحدة فيما يتعلق باستمرارها في هذا. ربطه بموضوع الثروات، بالفعل بعض من هذه الدول متورطة عبر شركات خاصة في النهب الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وهو بطبيعة الحال عمل غير أخلاقي غير قانوني، ويعني يؤثر على سمعة هذه المجموعة. فقط انتهي بالقول بأنه حينما تحدث عن هذه المجموعة نشير بأنه لم يعد هناك أي إجماع داخل ما يسمى بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية منذ أبريل للعام 2018 عندما امتنع الاتحاد الروسي من ذلك الوقت إلى الآن عن التصويت على القرارات التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بولاية بعثة المينوس. إذن المجموعة موجودة ومن غير سهل تكهن بمستقبلها، ولكنها للأسف بدلا أن تكون ميسرة للعملية السياسية وللحل أصبحت جزء من المشكل، وهذا يعني هو منح آخر من هذا المشكل المركب الذي تعاني من القضية على مستوى مجلس الأمن. نشكر الدكتور سيدي محمد عمار. نعود الآن إلى الأسئلة ونفتح المجال لوكالة الأنباء الفرنسية. مساء النور. السؤال الأول هو كيف ترون الحل لهذا النزاع؟ هل ستباشرون في المفاوضات إذا استؤنفت؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، هل سيكون ذلك بإيقاف الكفاح المسلح أم بموازاة معه؟ السؤال الثاني، هل ستكون معارك خلف الجدار في أراضي تحت السيطرة المغاربية؟ شكراً. شكرا على السؤال. فيما يتعلق ما هو رأينا في حل النزاع، هو الحل الذي يضمن حق شعبنا غير القابل للتصرف وغير القابل للتفاوض أو المساومة في استكمال سيادته الوطنية على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. هل سنوقف الكفاح ونحن نفاوض في الوقت الراهن؟ ليست هناك أي عملية تفاوضية، وموقف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهاب من المفاوضات هو موقف تسيقه وتعده القيادة الوطنية العليا، وهو بطبيعة الحال ليس موقف للإعلان عنه، ولكن عندما تكون هناك عملية تفاوضية فعندها سيكون لكل حادث حديث. شكرا. شكرا. أريد أن أتطفل على الدكتور سيدي محمد بالإجابة لإضافة نقطة فقط فيما يخص التفاوض وفي الكفاح. نحن لنا تجربة، وهذه التجربة قطعا ستكون قاعدة ومنطلقة لأي تعامل مستقبلي. في المدة الماضية أعطينا ثقة كاملة للمنتظم الدولي ووقفنا الكفاح المسلح بصورة نهائية، وانتظرنا سوى 30 سنة من التسويف ومن المماطلة ومن الانتظار الممل ومن الوعود الكاذبة، والآن رجعنا من جديد للكفاح المسلح. بالنسبة لنا هذا الكفاح سيستمر، هناك مفاوضات وليست مفاوضات، تعاطي وغير، لكن الكفاح انطلاقا من التجربة الماضية للشعب الصحراوي كفاحنا سيستمر حتى تحقيق أهدافنا. فيما يخص معارف خلف الجدار الأراضي المحتلة حالا، الحرب أعلنت الحرب من دلعات
كافة تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وأجواءها ومياهها هي ساحة حرب. خلف الجدار وأمام الجدار، الجدار هذا تتحكم فيه المعطيات الميدانية، لكن الحرب مفتوحة، هذا كله ساحة للحرب. ذكرت في التقديم أنه في هذه 67 يوم الماضية حصل زرع للأرقام خلف الأحزمة الدفاعية المغربية. إذن كل الأرض مفتوحة لساحة قتال، والحرب ستتصاعد، والموقف الميداني هو اللي يولي، هو اللي يتحكم. Damos la siguiente pregunta al Cuarto Poder, periodista de Cuarto Poder. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, yo les quería preguntar por tres temas. El primero tiene que ver con el nombramiento esta semana del nuevo presidente de Estados Unidos. Tras la declaración o reconocimiento por parte del presidente saliente Donald Trump de la soberanía marroquí del territorio del Sahara Occidental, ¿creen que va a haber un cambio de posicionamiento de los Estados Unidos en este aspecto? Luego tengo dos preguntas más, una sobre las relaciones con el Estado español y otra sobre el retorno a las Naciones Armadas, pero bueno, les dejo responder antes, claro. Me gustaría que, si habrá posibilidad, hacer todas las preguntas juntos para que procedamos de una manera más eficiente. Por favor. Perfecto. Sobre el Estado español, les quería preguntar cómo va la actuación del nuevo gobierno español, que ya cumple un año, con respecto al conflicto del Sáhara. Y también, ¿hasta qué punto creen que el hecho de que no haya habido una cumbre bilateral entre España y Marruecos, tal y como estaba programada, ha tenido que ver con la nueva situación en el conflicto saharaui? Con respecto al retorno de las acciones armadas, hasta el momento han llegado pocas noticias al resto del mundo de lo que está sucediendo en las acciones bélicas. ¿Tienen previsto la llegada de más corresponsales internacionales al territorio? Y por otro lado, anunciaron que declaraban en zona de guerra todo el territorio del Sahara Occidental. ¿Hay algún calendario establecido para el Frente Polisario para llevar la lucha armada más al occidente del muro e incluso dentro de las fronteras marroquíes? Muchas gracias. المرحلة الحالية وتم الإعلان.